المشاهدين في المناظرة اليومية، الجيش الأوكراني يرفع حالة التأهب الجوي بعد موجة هجمات روسية وصفت بالأوسع والأعنف منذ بدء الحرب، استهدفت البنى التحتية والأحياء السكنية. الهجمة التي تم تنفيذها بسبعين صاروخا أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في ثاني أكبر مدن البلاد، وأجبرت كييف على تطبيق نظام قطع الكهرباء الطارئ في أنحاء البلاد. وفي ظل رفع حالة التأهب الجوية الأوكراني، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات الروسية من خلال طائرة خاصة به حلقت فوق المناطق المنتشرة بها القوات الروسية. إذن هل استهداف البنى التحتية الأوكرانية من قبل روسيا هو دليل على إفلاس ومأزق موسكو في الحرب التي تستبدل الأهداف العسكرية بالأهداف المدنية؟ لنبدأ المناظرة. بضيفي بالمحلل السياسي دكتور نصير العمر الذي ينضم إلي من نيويورك، أهلا بك دكتور نصير، كما ينضم إلي من موسكو دكتور محمود الأفندي المختص بالشأن الروسي وأستاذ بالأكاديمية الروسية، أهلا بكم. ودعوني أبدأ معك دكتور محمود. يعني دكتور محمود، كما ذكرنا هجمة عنيفة، نتحدث عن إطلاق 70 صاروخ، استهداف محطات للطاقة، أحياء سكنية، بنى تحتية، هذا يعني يمكن القول بأنه الجانب الروسي في مأزق وأنه أفلس في البعد العسكري ولربما أيضا في البعد الإنساني. أول شيء سعد أوقاتك سلورين والمشاهدين والدكتور نصير طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية. أبدا، هي الأمور بدأت كما يلي. روسيا ببداية العملية العسكرية تجنبت ضرب البنية التحتية الأوكرانية لأن كان هناك أهداف مباشرة للعملية العسكرية، هي أهداف مباشرة ما يسمى ضرب القوة العسكرية الأوكرانية وكل البنية العسكرية التحتية في أوكرانيا. فعليا روسيا استطاعت خلال الأشهر الماضية ضرب كل القواعد العسكرية الأوكرانية ودمرت كل المنشآت وكل الأسلحة. الآن أوكرانيا هي تعتمد بسلاحها وحتى بالقوة البشرية تعتمد على أوروبا، يعني ليس هناك أي قواعد عسكرية في أوكرانيا الآن، وحتى الجيش الأوكراني يتدرب خارج أوكرانيا في قواعد رامشتين في ألمانيا وفي قواعد بولندا وقواعد في المملكة المتحدة. هذا فينا نقول أن روسيا انتهت من أول هدف وهو ضرب القواعد العسكرية. الآن وخصوصا بعد ضرب جسر قرم من طرف أوكرانيا، روسيا فكت يديها وبدأت ما تسمى ضرب البنية التحتية ردا على ضرب جسر قرم، وهي والبنية التحتية فقط للكهرباء، هو الأمر مهم جدا وهو هدف عسكري غير مباشر. يعني فعليا أوكرانيا تعتمد بنقل المعدات العسكرية والمصانع العسكرية اللي تنتج بعض الأدوات العسكرية، وكذلك اللوجيستيك النقل يعتمد على الكهرباء لأنه كله يعتمد على طريق القطارات، والقطارات في أوكرانيا كلها تعتمد على القطارات الكهربائية وليس عن طريق الوقود. ففعليا أصبحت الكهرباء هدف غير مباشر لتدمير ما يسمى نقل أو الإمدادات العسكرية. لذلك بدأت روسيا فعليا من حوالي 3 أشهر بما يسمى حرب بلا قواعد ضمن البنية التحتية الغير البنية التحتية. ربما هذا يعني يفسر من يقول بأن هذه الخطوة تدل على إفلاس الجانب الروسي دكتور محمود. لا ابدا ابدا ابدا، لانه هي تعتمد الان في عندك صعوبات في نقل المعدات العسكريه الى الجبهه العسكريه، هذا امر مهم جدا، وهذا بيتكلمه حتى الجنرال زالوجني قائد الاركان الاوكرانيه انه هناك في صعب في النقل، في صعب في تمديد في امداد الجيش بالمواد الغذائيه الموجوده على الجبهه. يعني فعليا لانه نعلم جدا بالشتاء الطرق تنقطع وهناك فقط القطارات تذهب الى هذه المناطق. ففعليا روسيا استطاعت انه الان قطعت الامداد. لذلك نرى انه فعليا العمليه العسكريه الاوكرانيه المعاكسه انتهت تقريبا. الان اذا نظرنا الى الجبهه العسكريه هناك اهداف مباشره، الان كل الجبهه العسكريه في تقدم للروس وليس لاوكرانيا، هو قطع خطوط الامداد، هذا ضمن الاهداف العسكريه وهذا امر مهم جدا. ونعود يعني كمان في امر مهم جدا، دائما بكل حروب العالم تستخدم البنيه التحتيه الكهربائيه في الضرب اولا، ولكن روسيا كما قلت كانت تستنجب او لا عفوا كان لا تضرب هذه القوات لانها كانت لا تريد ان يعاني الشعب الاوكراني من الحرب في اوكرانيا. ولكن الان بعد
ضرب جسر قرم فكت يد روسيا وأصبحت حرب بلا قواعد بشكل نهائي. نعم دكتور دكتور نصير يعني دكتور لا أسلوري قصدي أنه ضرب القواعد ضرب البنية التحتية أدى إلى تقدم عسكري روسي الآن. طيب دكتور محمود يقول دكتور نصير بأنه لا قواعد في هذه المرحلة لما يجري في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وفي هذه الحرب يعني أثبتت هذه الحرب أن لا فرق بين يعني بنى تحتية عسكرية مدنية بالنسبة للجانب الروسي، وكل المنشآت الأوكرانية هي جزء لربما من المجهود العسكري الأوكراني. تحية لك وللدكتور محمود، وأنا آسف يعني أن أسمع مثقف عربي يبرر الجرائم ضد الإنسانية بالقول بأن استهداف الكهرباء هو مشروع وقتل الأطفال عن طريق يعني قطع الكهرباء عن المستشفيات وعن البيوت يعني هو مشروع. وبهذا المنطق يعني نفس الدكتور محمود ينتقد أمريكا بأنها قصفت العراق ويقول مجرمون، ولكنه يبرر للروسي. بالحقيقة أن الروسي مفلس ليس فقط عسكريا ولكن أيضا أخلاقيا، وما تفعل روسيا هو جرائم حرب وهذه لا خلاف عليها. ويتم الإعداد الآن في أوروبا لمحكمة دولية تحاكم هؤلاء المجرمين ليس فقط على قطع الكهرباء ولكن أيضا على الاغتصاب الذي أصبح الآن مثبت بالأدلة. هؤلاء الجنود تم إرسالهم واغتصبوا النساء وقتلوا، وهناك مقابر جماعية أثبتت. إذن نحن نتكلم عن جرائم ضد الإنسانية، ولا يوجد مبرر للقول بأن قطع الكهرباء هو هدف عسكري. يعني هي يعني هذا في الحقيقة ما يعني لم يبقى إلا على الدكتور محمود إلا أن يقول بأن قطع الهواء أيضا مشروع بما أن الجنود يتنفسون. هدف عسكري مباشر سيدي، هدف عسكري غير مباشر. النقل يتم عن طريق إطارات الكهربائية. دكتور محمود لا تقاطع. دكتور محمود لا يمكن المقاطعة، دع دكتور نصير يكمل الفكرة. تفضل دكتور نصير. فهذه جرائم ضد الإنسانية واضحة، وتم هزيمتهم عسكريا. والواشنطن بوست نشرت اليوم تقرير من حوالي 50 أو 60 صفحة يذكر بشكل واضح أن هذا الجيش الروسي تم إرساله بدون إعداد، بدون طعام، بدون أسلحة. ومن يقرأ الواشنطن بوست اليوم يعلم بأن هذا الجيش هو جيش فاشل، وليس لديه حتى قبل الحرب ليس لديه قدرة على أن يهزم جيش رقم 25 في العالم وهو جيش أوكرانيا، ومع ذلك تم زجهم في المعركة ولقتل المدنيين. كل هذه جرائم حرب. والأستاذ محمود الدكتور محمود يقول بأنهم لم يبقى لديهم أهداف عسكرية، والغريب أنهم يطردونكم من يعني كيف يكون لا يكون لديهم قوة عسكرية، وقد طردوكم من خرسون قبل عدة أسابيع. ولا يستطيع الجيش الروسي بعظمته رقم 2 في العالم كما تزعمون، لا يستطيع احتلال قرية بخموت بعد قتال عدة أشهر ومناطق أخرى هاركييف. فالقول بأن الجيش الروسي يعني الجيش الروسي هو دمر الأهداف العسكرية ولم يبقى إلا الأهداف المدنية، هذا جزء من البروباغاندا. وأنا آسف أن أسمع مثقف عربي يبرر للإجرام الروسي. في الحقيقة دكتور محمود يقول لك دكتور نصير بوضوح ما تفعله روسيا في هذه المرحلة هو بمثابة جرائم حرب. ذكر يعني فيما يتعلق بقطع الكهرباء، فيما يتعلق بالاغتصاب، فيما يتعلق بالمقابر الجماعية، كيف ترد على كل هذا؟ أول شيء يعني في أمر مهم جدا، حتى الآن المحاكم الدولية لجرائم الحرب لا تحصل إلا بعد انتهاء الحرب، وبفعليا من ينتصر هو من يقود العملية العسكرية، لأنه في قانون معروف في تاريخ البشرية المنتصر لا يحاكم. فمن سينتصر في هذه المعركة هو الذي سيكون الحاكم، والخاسر هو من يحكم عليه. هذا أمر مهم جدا، لا يستطيع المنتصر أن تحاكموه أول شيء. هي بالنسبة لقواعد البشرية بشكل كامل. نتكلم على ما يسمى الادعاءات. يعني فعليا روسيا حتى الآن في العملية العسكرية حتى بتقرير الأمم المتحدة قتل المدنيين فقط 12 ألف مدني
اغلبيتهم من 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 الشرقيه، يعني قام قتلهم بالجيش الاوكراني. روسيا لم تضر المدنيين ولا اي هدف مدني. المقابر الجماعيه هي عباره عن مسرحيات متتاليه تطبقها وليس لها اي دليل. على سبيل المثال نبدا بمسرحيه بوتشا، انا بس اعطي مسرحيه بوتشا. روسيا حتى الان تطالب بالامم المتحده وبمجلس الامن ان تعطي اوكرانيا الاسماء، اسماء من قتلوا، ليس الصور، اسماء حتى يتاكدوا. حتى الان لم يقدموا ولا اسم. اذا انا عندي 20 او 30 جثه موجوده ماشي، لم بيقول اعطونا الاسماء او شيء. يعني هذا دليل عباره عن مسرحيات حتى بما يسمى الطرف الاوكراني هي مربلة. اما ان اقول ان ضرب الكهرباء هو ضمن الكهرباء ضمن كل الحروب، الحروب لها قواعد وفي هناك قواعد مباشره. يعني يقول لك الدكتور موسى شو بيقول انه الشعب الاوكراني هو من يتضرر وهي حروب. طيب اعطيك على سبيل المثال لما روسيا ضمت القرم، اوكرانيا قطعت المياه من 2014 عن جزيره القرم، ما حصل؟ الروس لما دخلوا خرسون فتحوا المياه. حتى الان مدينه دانيسك حتى الان بلا مياه منذ 2014. يعني من يستعدم البنيه التحتيه لمعاقبه الشعب الاوكراني؟ هو اوكرانيا نفسها. يعني قطعت المياه عن دانيسك من 2014، حتى الان ليس هناك مياه بدانيسك من 8 سنوات. وكذلك يعني فعليا من يحارب بطريقه غير بلا قواعد هو الطرف الاوكراني. روسيا تحارب بقواعد، ليس نوع من الافلاس. الهدف العسكري المباشر هو ضرب البنيه التحتيه. اعطيك سبيل المثال، يعني الكهرباء الاوكراني يصدر الى ما يسمى، يصدر الى اوروبا. تصديره الى اوروبا ثمنه يدخل معكنه سلاح، فاصبح هدف. الان اوكرانيا كانت تصدر 50% من انتاجها بالكهرباء الى اوروبا، الان لا تستطيع ان تصدر. هذا امر مهم جدا لان هناك حرب اقتصاديه موازيه لهذه الحرب. هذا امر مهم جدا. فكل الاهداف مشروعه في الحرب، هي تستخدمها مع المعامل العسكريه ونقل الجدود كله يستخدم عن طريق الكهرباء، فهو هدف عسكري مشروع. اما بالنسبه ما يقول الدكتور نصير، ارجو من كل يعني حتى وسائل الاعلام لما بتقول الجيش رقم 2 لم يستطع ان يهزم الجيش رقم 25، هذه التصنيفات في الجيوش هي تصنيفات غير واقعيه. اذا نتكلم بهذه الطريقه خلينا نحكي عن الولايات المتحده الامريكيه فقط، نقطه مهمه. الجيش اول في العالم، الجيش الامريكي كله هذا بكل التصنيفات الدوليه، لم نستطيع خلال ال 20 سنه ان يهزم ميليشيات في افغانستان، وبالاضافه انه انسحب امامهم بعد 20 سنه واعطاهم سلاح بمليارات الدولارات رقم سلاح. يعني كحارب الطالبان من عام 2001 ل 2021 وانسحب من اراضيه، يعني خسر فعليا امام ميليشيا وليس جيش. يعني كيف يصدر ميليشيا الجيش رقم 1350 يعني رقم العالم وليس رقم 20، وانسحب امامه وترك لهم سلاح بمليارات الدولارات ومروحيات وطائرات عسكريه وذخيره ودبابات ومدافع ترك لهم هديه. هذا التصنيف، ارجو بس نقطه واحده يا سيلوري، هذا التصنيف يجب ان نبتعد عنه. يعني يجب ان نبتعد عن هذا التصنيف، من الجيش الاول، من الجيش الثاني، من الجيش الثالث. هذا امر مهم جدا. روسيا الان خلال ضرب الكهرباء بدأت تتقدم عسكريا فعليا. الآن باعتراف أوكرانيا أن باخموت على وشك السقوط، الآن التقدم واضح ما يسمى في تقديم على جبهة خاركوف، التقدم واضح في ليمان، سيتم استرجاع كل الأراضي التي أخذت فعليا، لأن أوكرانيا الآن في حالة أزمة نقص إمداد. اما ان اقول واشنطن بوست ما كتبته ان الجيش الروسي بلا اكل وبلا جوع وبلا طعام، هذا الكلام غير منطقي. يعني فعليا لم يراه احد، ليس هناك اي اعترافات وليس هناك عباره عن طيب لنقطه دكتور نصير، بروباغندا اعلاميه، حرب اعلاميه نفسيه. طيب. يعني هي اكثر من هيك ما بشي. دكتور نصير وصلت دكتور محمود وصلت الفكره. دكتور نصير انا تحدثت عن جرائم حرب وافلاس لدى الجانب الروسي، ولكن الغرب هو الذي يستمر في اشعال هذه الحرب من خلال تزويد وامداد الجانب الاوكراني بالمزيد من الاسلحه والاسلحه المتقدمه. اذا يعني يمكن القول هذا الرد الروسي هو رد على ما يقوم به الغرب في هذه المرحله. الولايات المتحدة والغرب يدعمون دولة هي عضو في الأمم المتحدة باعتراف روسيا نفسها، والأراضي التي يتحدث عنها يقول قطعوا عنها الماء، هذه أراضي أوكرانية. فيما يتعلق يعني سمعنا من مثقف عربي أستاذ الكريم دكتور محمود قطع الشعب الماء. طيب دكتور محمود سأعطيك أن تعقب على يعني جميع ما يطرحه دكتور نصير. دكتور نصير تفضل. الرجاء ضبط المحاور الكريم لأنه لا يجوز هذا.
فيما يتعلق ب يعني سمعنا من مثقف عربي تبرير لجرائم الحرب وكأنه لم يقرأ ميثاق الأمم المتحدة، ويبدو بأنه يحتقر ميثاق الأمم المتحدة. دكتور محمود لا يمكن أن نستمع بهذه الطريقة. لا يمكن دكتور محمود. نعم تجمع شخصيتك، لا تجمع على شخصيتي سمعت. طيب لا نريد أن نشخصن الأمور دكتور نصير ودكتور محمود، بدون شخصنة الأمور لنبقى في الموضوع لو سمحتم. تفضل. ميثاق الأمم المتحدة واضح، وهو أنه في حال دولة احتلت دولة يجب عدم المس بالمدنيين، ويعني شرح هذا الكلام في الحقيقة يعني لا يحتاج إلى الكثير من الشرح، وهذه يعني مرحلة همجية وفاشية تجاوزها العالم، وجاءت الأمم المتحدة لتقول بأن الحروب العسكرية يجب أن تحل إما عسكريا أو سياسيا، والمساس بالمدنيين ليس فقط بقتلهم ولكن بقطع الماء عنهم أو الكهرباء هو في الحقيقة جريمة حرب. وهذه يا أستاذ محمود لم تأتي فقط لخدمة الأوكراني، هذه أيضا أتت لخدمة الإنسان في كل مكان. فلا يعقل أنه عندما ينتصر جيش يبدأ، عندما ينتصر عليك جيش تبدأ بقتل المدنيين لتأديب ذلك الجيش. هناك أطفال يا أستاذ محمود، ولكن أنا لا أستغرب يعني فما فعلته روسيا في سوريا ورأيناه بأم أعيننا، وقتل والمتازر هذا يعني يبررها الأستاذ محمود. وهذا هو الحلف في الحقيقة، حلف همجي لا يعترف لا بحقوق الإنسان ولا يعترف بمبادئ الحرب. فكيف تخاطبهم وكيف تحاورهم عندما يبررون قتل الأطفال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقطع الكهرباء عن أمة كاملة، وقالها واعترف بها السيد بوتين بعظمة لسانه، وهذه على فكرة سيتم استخدامها ضده يوم من الأيام إذا تم فعلا محاكمته، لأنه اعترف بأنه يستهدف البنية التحتية من أجل عقاب الشعب الأوكراني، لأنه تظهر الدراسات بأنه حوالي 82% من شعب أوكرانيا ويناصر الجيش الأوكراني وهو ضد هذا الغزو، فلذلك يريد أن يعاقبهم جماعيا من أجل أن يؤثر على الحاضنة المدنية للجيش، وهذا هو تعريف جريمة الحرب. فيما يتعلق بالجيش الروسي وتكتيكات الجيش الروسي، من الواضح بأن هذا الجيش يعني يفشل، وما نراه من قصف للمدنيين هو بسبب الفشل، ليس فقط الفشل الذي حصل لحد هذه اللحظة، ولكن لا يوجد مستقبل لهذه العملية العسكرية. فقد تم قتل حوالي 100,000 جندي روسي، وتم تدمير الجيش الروسي تقريبا بطريقة كاملة، وأيضا هذا الجيش ينفذ من الذخيرة، ولذلك يعتمد على دول فاشلة وأنظمة دكتاتورية مثل النظام الإيراني من أجل مده بأسلحة، ولذلك العملية العسكرية تفشل، وبوتين يخشى من عواقب هذا الفشل. فإذا عاد إلى الروس وقد خسر كل الأرض الأوكرانية، وعلى فكرة هذا الآن يعني هو الهدف الآن في أوكرانيا هو دعم الجيش الأوكراني بحيث يهزم الغازي الروسي بشكل كامل، وهذا سيكون له عواقب وخيمة يخشاها السيد بوتين، ولذلك هو يقصف المدنيين، لأنه هذا هو لم يبقى لدى الرجل أي خيار آخر. عسكريا هو يخسر، الهند والصين تخلت عنه وتعقد اليوم اتفاقات مع الولايات المتحدة، ولا يوجد في الحقيقة هو ما ينظر إليه هو هزيمة، ولذلك قتل المدنيين يعني لديه شهرين ليغير مسار هذه المعركة، وإلا ستنقل هذه المعركة عليه في الداخل، وهذه مشكلة للسيد بوتين، لأنه سيتم تقديمه لمحاكمة إذا فعلا وصلت الأمور إلى حد يعني انفكاك عقد حكمه في روسيا. يعني دكتور محمود العلاقات العامة هي جزء من الحرب وكذلك المعركة على الرأي العام في العالم، ولكن بهذه الطريقة باستهدافكم لبنى تحتية وأحياء سكنية، يعني أنتم يمكن القول أنكم تقضون على ما بقي من صورة موسكو للدفاع عنها؟ رح أجاوبك على السؤال ده، أعقب على ثلاث نقاط قالها الدكتور نصيفة. بالنسبة أول شيء اعترف بلسانه أنه أوكرانيا عم تقطع المياه عن شعبها لمعاقبتها،
فمن يقوم في العملية ضد الإنسانية فهي أوكرانيا. لنتكلم عن قتل الأطفال وما هو عليه، خلاص يعني أرجو هذه الازدواجية في المعايير أن تنتهي نوعا ما. حتى الآن لم يقتل ولا طفل أوكراني. على سبيل المثال أذكر الدكتور نصير، مجرد أذكر الدكتور نصير أذكرك أن أمريكا قتلت عن طريق العقوبات الاقتصادية بعدم وصول حليب الأطفال إلى العراق 500,000 طفل عراقي باعتراف يعني أولبرايت. أولبرايت لما قتل نصف المليون عراقي واجهتها أحد وسائل إعلامية السيئة الأمريكية. تعلمين أسلوري ما قالت؟ دكتور ناصر لا نستطيع بهذا أن نستمع يعني الجهتين لو سمحتم. يا سلول مسجلة فعليا وموثقة قالت أنه نصف مليون طفل عراقي ماتوا من الجوع هو ثمن ضئيل للحرية لأمريكا وللأمن القومي الأمريكي، ماشي؟ ولم يثبت في العراق أن هناك سلاح دمار شامل. فأرجو عن الأطفال يتكلم أي إنسان في الدنيا ولكن ليس الولايات المتحدة الأمريكية أو إنسان مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. رجاء خاص يعني خلينا نحكي أطفال. حتى الآن لم يوثق أي قتل أي طفل أوكراني، هذا أمر مهم جدا. نعود لسؤالك أنستي الكريمة، تتكلمين عن الرأي العام. طبعا هناك حرب إعلامية، هناك يعني من أول بدأت العملية العسكرية محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لشيطنة روسيا لخضع الدول الأخرى لتطبيق العقوبات، ولكن فعليا كل هذه الدول تعلم جيدا وحتى الدول الأوروبية تعلم أن كل هذه ادعاءات إعلامية. يعني أبي أقول الدكتور نصير أنه هناك الصين والهند لم يتجه روسيا، غدا اللي هو غدا هناك تكبير يعني قرر الأمين العام حزب الشيوعي الصيني بتعزيز العلاقات مع روسيا، ماشي؟ هناك قمة هندية روسية قريبة، الهند موجودة في كل الاتفاقيات الروسية من منظمة شنغهاي لمنظمة البريكس، الهند لاعب أساسي مع روسيا، ماشي؟ تركيا اللي هي حلف الناتو لم تطبق العقوبات. يعني فعليا الادعاءات التي تحاول أن شيطنة روسيا لم تعطي ليس لديها أي دلائل، عبارة عن مقالات عن صور. يعني على سبيل المثال أعطيك مثال، الصور التي على مجلة البوليتيكو وغيرها من بطش الجيش الروسي هي فعليا صور من مدينة دانيسك وصور من شرق أوكرانيا نتيجة بطش الجيش الأوكراني. فنتكلم عن شيء اسمه كهرباء. الكهرباء أول شيء في كل معركة عسكرية هو هدف غير مباشر عسكري، ماشي؟ لأن لدى كل دولة هون أمر مهم جدا، وروسيا تعلم ما موجود في أوكرانيا لأنه فعليا هي التي بلدها. أوكرانيا لديها محطات إضافية طوارئ تصنيع، يعني على سبيل المثال بعد الضربة البارحة اليوم عادت المياه والكهرباء إلى كل كييف. هي روسيا تحاول أن لا يستخدم الكهرباء كصناعة دكتور محمود وكنقل. يعني طيب. فعليا أريد تعقيب من دكتور نصير. دكتور محمود أريد تعقيب قبل أن ننهي هذا البرنامج. دكتور نصير تفضل، أردت التعقيب على ما طرحه. الحقيقة هي عكس ما يقول السيد الأستاذ محمود، الحقيقة هو أنهم يقصفون الكهرباء وهذه جريمة حرب لأنها موجهة ضد المدنيين. وكل الكلام الذي يقوله يعني عن العراق وغير ذلك هذا يعني تبرير غير منطقي، ونحن لا نقول بأن ما فعلته أمريكا صح في العراق أو غيرها، وهذا محاولة لتشتيت الانتباه عن الإجرام، وهذا كلام غير منطقي. حاكم أمريكا قبل ما تجي على روسيا، فضل حاكم أمريكا اللي عاد فيه نصف مليون طفل عراقي. يا دكتور نصير نصف مليون طفل عراقي. طيب. دكتور محمود يعني أنت عندك ما يسمى عنصرية. دكتور محمود يعني الأوكراني مو شخص، العراقي طيب. مو شخص. دكتور محمود لا يمكن أن نصغي بهذه الطريقة، لو سمحت لا نفهم بهذه الطريقة. تفضل يعني دكتور نصير. أنا هاد عم بضرب بالعرب، هاي ضربة بالعرب. يعني دكتور نصير تفضل. العراقي ليس له أهمية. دكتور محمود لو سمحت. حاكم أمريكا اللي قاعد فيها أنت، حاكم حكمائك. طيب دكتور محمود لو سمحت. دكتور محمود لا يمكن لا نفهم بهذه الطريقة. دكتور نصير تفضل. هذا كلام غير منطقي سيدتي، يعني نتكلم هيك. محمود الأفندي يتباكى على الشعب العراقي ولا يتباكى على الشعب السوري الذي قتله الروسي وقتله بشار الأسد. لم يقتل أي روسي بيد الجيش، لم يقتل السوريين، لم يقتل. هذه دعاية إعلامية. مشكلة روسيا وأتباعها وأنصارها، هم يبررون القتل في كل مكان وأينما ذهبوا هم يقتلون المدنيين، ولم تنجح المعركة ضد أوكرانيا، فلذلك اليوم روسيا نفسها تتعرض
لمخاطر كثيرة من القصف الأوكراني بسبب هذه الحرب التي شنها بوتين بدون أي مبررات. واليوم يدفع الشعب الروسي حوالي 100,000 قتيل روسي، وهناك حصار دولي على روسيا، وهذا الحصار هذا الحصار لن يتم رفعه ما دام بوتين في السلطة. فهذه هي مشكلة دولة الرجل الواحد القمعية الفاشية، يقتل شعبها ويجوع شعبها ويجد القائد الخالد من يصفق له من أمثال دكتور محمود الأفندي. نعم أستاذ، على فكرة للأسف يعني لم يتبقى لي الوقت دكتور نصير العمري المحلل السياسي، حدثتي من نيويورك، شكرا جزيلا لك، ومن موسكو دكتور محمود الأفندي المختص بالشأن الروسي وأستاذ بالأكاديمية الروسية، شكرا جزيلا لكما. وبهذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه المناظرة، أشكركم على حسن المشاهدة.